بسم الله الرحمن الرحيم. أود بهذه المناسبة أن أتقدم بخالص التحية والشكر لجامعة فرحات عباس التي يعني أتاحت لنا فرصة حضور محاضرة مع مداخلة عن بعد عن طريق الفيديو كونفرنس مع جامعة أمريكية موجودة في ولاية نيو هامشير. موضوع المحاضرة كان دور السوشيال فرانشايز اللي هي نموذج جديد في الفرانشايز، وهي تنظيم اقتصادي، لأنه الفرانشايز بالتعريف تاعه هو أنه شركة كبيرة تعطي تمثيليات لشركات أخرى عبر سواء مناطق في دولتها وإلا في دول أخرى حتى تمثلها وحتى يتنامى دور التسويق. بالنسبة للسوشيال فرانشايز اللي هو التمثيل الاجتماعي، هذا نموذج جديد لحل المشاكل العويصة لبعض الدول استعصت عليها هذه الحلول. وعلى هذا توصل بعض علماء وبعض المفكرين حتى في الجامعة، يعني في جامعات كثيرة، والنموذج اليوم كان نموذج أمريكي اللي حضرناه، توصل إلى نموذج ليقحم الطبقات الهشة والطبقات المحتاجة اللي ما وصلتهاش وسائل الدولة واللي ما عندهاش رؤوس أموال في الانطلاقة في نشاطات اقتصادية تدر عليها مداخيل للتكفل بنفسها أو تدر عليها مداخيل لتحقيق هامش من الربح. يعني احنا شفنا من هذا النموذج يعني تكاتف المجهودات بين الجامعة والطبقة المقصودة اللي هي الطبقة البطالة والتنظيم المحلي على حسب خصوصيات وقدرات كل دولة. وكانت لي فرصة مع السيد كراش حسان اللي هو نائب عميد الجامعة وتحادثنا في هذا الموضوع، واستخلصنا أن ما دام جامعة فرحات عباس عندها عبر معهد العلوم الاقتصادية ورشة للمقاولاتية اللي هي هذا هو موضوع يعني المحاضرة اللي حضرناها، يعني راح نجلس وراح نشوف كيف نمد أواصر التعاون وتبادل الآراء وحتى تبادل الخبرات مع هذه الجامعة حتى نستقدم هذا النموذج إلى جامعة سطيف، وبالتالي راح تكون إن شاء الله السباقة في موضوع المقاولاتية الاجتماعية هي السوشيال فرانشايز، وهذا يدخل في إطار السياسة العامة للدولة الجزائرية اللي هي راح تبذل مجهود للوصول إلى ما اختارت أن تسميه مناطق الظل والطبقات الهشة، لأن هذه المناطق وهذه الفئات الاجتماعية لأنها ما عندهاش مداخيل، والدولة يعني في الحقيقة مع الظروف الاقتصادية الحالية يعني راح تكون عندها صعوبات في التكفل بهذه الفئات وهذه المناطق. إذن هذه فرصة لجميع المتعاملين الاجتماعيين سواء الدولة أو الجامعة أو هذا الناس اللي يعانيوا من البطالة ويعانيوا من انعدام فرص الدخل أنهم يقوموا بهذا البرنامج هذا اللي راح يساعدهم باه يدخلوا في إنتاج ماش باه يغناوا بطبيعة الحال، ولكن على الأقل يضمنوا لقمة العيش والعيشة الكريمة في مناطقهم بدون ما يهاجروا إلى المناطق الأخرى اللي فيها فرص الشغل، وبالتالي يخلقوا عدم توازن جديد، لأنه المنافسة على مناصب شغل محدودة راح يخلق عدم توازن، وبالتالي لا محالة راح يدي للبطالة. إذن هذه هي الفكرة المستخلصة من هذا الملتقى وهذا الورشة، وإن شاء الله راح يكون لنا موعد مع عمادة جامعة سطيف والإطارات
باه نجلسوا ونحاولوا نلقاو صيغه كيف ندخلوا هذا البرنامج في برامج جامعة سطيف بحول الله. وشكرا على الاستضافة. So let me explain it. The foundation is not, we're not going to be in the social franchise business. What we want to do is promote social franchising. The only reason, if you have a right Excel spreadsheet and it's a franchise, the business model is very straightforward. There is no rocket science here. But it does take capital to be able to scale. And unfortunately, the capital is wanting, which is the nature of this conference. We need to bring in capital in order to scale these social ventures that can make real impacts to lift the livelihoods of the poor. This is essential. This is what this conference is all about. And this is what the Social Ventures Foundation is keen on doing. And again, I'll cite the Ann Harvey Fund as a real force that that we hope will be able to address this problem. Next question. We got 2 minutes. I guess a continuing question. From Carol Chopra, where is the R&D done? Where are the cons made? Is the poor lady in the school who will start selling 7 points? Good question. The R&D, well, that R&D was done in the kitchen right above my head here in our house. So the original R&D by my partner, Patty, who's probably listening in on this. But in fact, we did our own formulation. We started out with that. We flew to Haiti. We tested it out for market research. With a colleague, Jim Chu, who runs the Low Haiti, a clean water company. And that's where the R&D was done. Once we did that, then we turned it over to our international food company sponsor, who really perfected the formulation and helped to master vitamin taste. And kudos to them, that's Griffith Food International. What was the other part of that question? And that was the R&D? Oh, in terms of self-employment, yes. The self-employment, yes, these people are considered to be self-employed. So they're set up with a franchise. So the person that has the school, that's their school, right? The person that has the house has a little territory around their house. We're not going to set up another micro-franchisee right next to them, right? They have that territory. And the person that's on the bike, which is our three-wheel bike, they have a certain group that they follow. That's their territory. They're self-employed. They have their own business. And they're all part of the holistic approach that we're taking here. Their success is our success. So we want to make sure they're successful. That's the beauty of franchising. Next question. Okay, I guess that this will be the last question. This is from Peter. Question to Mark. Your work is so admirable. I love your recognition of using universities as a source to support social sector franchising initiatives. How do we expand this to other universities? Well, it's pretty simple. We don't charge anything. If the university is interested, they just, you see my email somewhere, either on my resume or somewhere else, just write me and I'll be glad to put you on to Haley, our college relationship manager, and she will sign you up. We are looking to get hundreds of universities engaged in EPIC. This year, of course, is our first year of this. Again, it was delayed because of COVID. But next year, we will expand this. We're up to, I think, over 70 colleges now. Next year, I believe, we'll probably scale it to at least 500 colleges and universities. And the year after that, we're going to break it out into geographical areas. So that we'll have an EPIC North America, an EPIC South America, and so forth at the beginning of the year. And they'll all feed into EPIC Global, which will be at the end of the year. So again, I would encourage anyone or any universities that are listening to just please email us and we'll be glad to get you engaged. In fact, we can bring you on as soon as possible. The EPIC Labs, by the way, are run on Fridays at 11 o'clock Eastern Time, and anyone from any participating university is welcome to join that. If the university can't join that and want us to run a special EPIC Lab like I did last night for the University of West Indies, we can also arrange that. Which is great. And again, that's a think tank session, which can be very productive. It was curious last night, again, with the University of West Indies, we had six islands, students representing six islands, and we talked about this problem of farming and the issue of food insecurity on these islands, as well as jobs. And it was interesting how we came up with an idea that they're going to actually deal with as a team to put out a product, or put forth a proposal to EPIC
for a product that will help with fertilization of small farms that will help to enhance the generation of crops on these farms and improve the outcomes. And again, the reason that came out is because these were locals that are dealing with their local problems. And I can't think of a better way to come up with ideation or idea solutions than to engage locals on, from colleges to universities. And then if they're successful on this and they win EPIC, we'll certainly going to stand behind them and help them scale. Well, thank you very much, Mark. We have a few more questions. Unfortunately, we have run out of time for this part of part one of this conference. Maybe we'll get back to you. We are now going to take a 15-minute break until 11:30, and then we're going to have a part two of this conference. Please take a break and come back at 11:30. Next question, I guess, maybe to me, from Omowunmi Jonah. Please, can you provide a link for the webinar for those that missed the opportunity to participate? Thanks. We are recording this webinar, and we will be posting it on the website of the Social Sector Task Force and the Rosenberg Center as well, so people can access it at their leisure anytime. A comment from Diana Welsh now. Thanks very much. Any other questions, please? We got a few more minutes. So I got a question from Sarah Johnson. How do we mobilize finance at scale from institutional investors, development finance institutions, and even corporates in support of social enterprises, while ensuring they are not impact washing? I guess that's it to you, Mark. Yeah, no, that's wonderful. Thank you for using that term. Ron Cohen did it, and I can't say enough about Ron Cohen, what he's up to. But I got to say that this is why, by the way, the Social Ventures Foundation, a nonprofit 501c3, is in fact putting forth the Poverty Fund. The foundation, not me, but the foundation, will own this fund, and as years go by and I'm long gone, it is without question the role of this foundation to be able to make sure and monitor that the deals that are coming out of the End Poverty Fund are not impact washing, that in fact they are sticking to the mission of the foundation and of the End Poverty Fund, which is, again, creating employment opportunities for the poor to deliver social impact to the poor at price of poor. And not to upscale. One of the things that I mentioned here is that the companies that are going to be invested by this fund have to be formed as B corporations. And as you may or may not know, a B corporation is a corporation where you can actually state exactly what the purposes of the corporation is all about, and the purposes can't be changed. So that if we say in the B corp, which we will, that the company has to stick with its knitting, it has to continue providing services at the bottom of the pyramid and not upscale, as some social ventures do, then that would be something that has to be done as that business continues to expand and grow. So there won't be washing in that case. So again, I just want to say that having a nonprofit that's doing the vetting, it has no commercial interest, where principals such as me have no ownership in any of these ventures, is the best way to mitigate any possible social impact washing or issues regarding, shall we say, any kind of issues that could just be adverse to the intended nature of what we're all about. So that's a great question. Next question. Great, thank you, Mark. Question, I guess, from Carol Chopra. DIs, the impact of the social franchise includes, I guess that's, and then that's it. What is the include, I guess? That's a fair question. What is the impact if you look at this, the impact is supplementing vitamins, right? So again, I'll go back to the point here. Most populations in very poor nations, especially with extreme poverty, are food insecure. And food insecurity begets vitamin deficiency. And vitamin deficiency begets poor immune system.
بطبيعة الحال احنا راح نجلس وراح نحاول باه نخط ورق الطريق على حساب احتياجات جامعة فرحات عباس ونلقى الإطار القانوني حتى تدخل في تواصل وإن شاء الله في تعاقد مع هذه الجامعات. ولما يحصل هذا الإطار القانوني وهذا الإطار الاتفاقي أو العملي، بطبيعة الحال هذا الخبراء الأمريكيين راح يكونوا يتعاملوا مع خبراء جزائريين، وهذا ما يسمى يعني عربات التغيير أو لي فيكتور دو شانجمون ولا أسهم التغيير. بطبيعة الحال راح الجامعة الجزائرية والإطارات إطارات معهد العلوم الاقتصادية والطلبة إلى غير ذلك راح يستفادوا من الخبرة والمعلومات اللي نسميوها احنا بطبيعة الحال باللغة الأنجلوساكسونية النوليدج النوهاو. وبطبيعة الحال احنا راح نخرجوا من مرحلة النظري إلى مرحلة العملي، لأن هذه الجامعة أو جامعات أخرى يعني عندهم تجارب أثبتت نجاعتها وعندهم نتائج وإحصائيات إيجابية، في حين احنا ما زلنا يعني في الحقيقة ندور في الإطار شبه النظري. هذا لا يعني أننا نظريين 100%، ولكن هذا أيضا يعني أننا لم ندخل في مرحلة العملياتية 100%. ما زالت المناهج والتجارب الجزائرية ما هيش عملية 100%، ربما نقول يعني تفاؤلا 60%. احنا نتمنى إن شاء الله نخرج من دائرة 60% إلى دائرة 80 أو 90 ولما لا 100%، ونعود ننجو أفكار قابلة للتنفيذ واللي راح تكون عندها مردودية، وبطبيعة الحال تصبح الجزائر ما تحتاج الخبراء الأجانب باه يجيو يدرسوا لها الوضعيات تاعها ويلقاو لها حلول، بل يبقى الاحتكاك دائما فيه فايدة. نعود نتلاقاو مع الإطارات الأجانب لتبادل الآراء وليس لطلب التدخل. الجامعة هي مهد المجتمع المدني المثقف، الفئة المثقفة، لأن المجتمع المدني مكون من عدة فئات، فيها الفئة المثقفة، فيها الفئة الحرفية، فيها الفئة الغير منضمة إلى سوق الشغل ولكن عندها دور اجتماعي إلى غير ذلك. احنا هذا الوقت رانا عايشين تجربة ولحظة تاريخية يعني فريدة من نوعها، وهي التغييرات وبناء جزائر المستقبل. في هذا المرحلة ينتظر من المجتمع المدني يكون عنده دور فعال ويغير مصيره إيجابا بيده. وعلى هذا الأساس الجامعة لخلقة المثقفين، خلقة الإطارات اللي راهي تنشط في سوق العمل، وهي يعني في الحقيقة هي كما يقولوا الرأس المدبر، لأنه كل واحد عنده دور، كاين الأدوار، كاين الرأس المدبر، كاين الإطار التنفيذي، كاين العامل الحرفي والعامل المصنف، وكاين حتى المستهلك. هذا هو المجتمع المدني. إذا الجامعة يعني ينتظر منها أن يكون عندها دور يعني مهم وتتبع مسؤولية أكبر. ونتمنى إن شاء الله يعني في الحقة هذه فرصة لنفض الغبار على ممارسة الماضي، والجامعة الجزائرية تتحمل الدور الجديد المنوط بها. هي في الوقت حملت مسؤوليات ولكن تغيرت ورقة الطريق، لازم تحين معلوماتها وتحين مناهجها وتحين ممارساتها لتكون قاطرة المرحلة الجديدة اللي هي جزائر اليوم وجزائر الغد. الشباب هو رأس مال هذا البلد. احنا في التجارة نقولوا كاين رأس المال وكاين الفايدة. بلا رأس مال ما تقدرش تحقق فايدة. الشباب يعني في الحقيقة أثبت وعيه، أثبت قدراته، وطالب في نفس الوقت بأن تتاح له الفرصة.
ديموغرافيا الجزائر يعني تبين باللي نسبة الشباب هي نسبة عالية، وهذا الشباب اليوم راح يكون كهل الغد، وعلى هذا هاي جات الفرصة للشباب يستفيد من الفرصة تاعه وما يخليهاش تضيع. والحمد لله يعني التأطير كاين والقدرات كاينة والإطار القانوني وحتى التنظيمي موجود، ما عليه إلا أن يشمر على ساعده وما يستناش به يعرضوه، لازم هو اللي يروح يتحرك ويعرض الخدمات تاعه ويعرض القدرات تاعه، لأنه الأمر يتعلق بمصيره في الحاضر وفي المستقبل. إذن فليصنع مصيره ومستقبله بيده.